السلام عليكم، اهلا بكم في مطبخ كارمن. قبل اي شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعضنا فطيرة الجبنة. يلا قبل اي شيء، ناجي على الصعيدي وناجي على السوهاجي والقناوي والشباب الاسكندراني، اللمة دي لمة فطيرة الجبنة عشان كله يتفرج ويستفيد ويشوف معانا. هنجيب جبنة بيضة وهنجيب جبنة موتزاريلا وهنجيب زعتر، معلقة زعتر وبقدونس مفروم ونعناع مفروم، ونحطهم في الطبق دوا مع زيت زيتون ونقلبهم كويس جدا. بعد كده نعمل ايه؟ نجيب عجينة الفطير من السوبر ماركت او تجيبيه من الحلواني او تعمليها في البيت. انا فضلت اجيبها جاهزة علشان اوفر الوقت في العصر دوا، وتبقى ايه في اي وقت ايه سهلة ليا اعملها. جبت طبعا 4 وحايد الاول من الباكو اللي انا استخدمته، واتأكدت تماما انا دهنت الطبق البايركس ده زبدة الاول، وحطيت فيه عجينة الفطير دي الجزء الاول يعني، وقعدت ايه افرده كده زي ما انتوا شايفين من كل الجوانب، مقفلاه كويس ومش مخلياها مخرومة ولا اي حاجة، ونفس ايه مستوى العجينة مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. وقلت ايه افرد الجبنة في كل الاتجاهات. طبعا الريحة جميلة جدا بقى لان فيها نعناع طازة، وممكن تحطي نعناع ناشف وزيت الزيتون، وممكن تحطي كذا نوع جبنة انت عايزاه، الجبنة المفضلة عندك يعني. فردتها كده بالشكل الجميل دوا، واكون بقى جبت ايه عجينة الفطير قطعتها شرايط بقى عشان ايه اعمل ايه وشها من فوق، واعملها بقى على شكل ايه الحلزونة. الحلزونة يما الحلزونة، لو مش بتعرفي تعملي حلزونة ممكن تلولويها تعمليها مولولة، وكلنا بنعرف نولول. وبعدين نخلص كل الطبق ايه بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم، وايه اساوي السطح بقى ايه بالسكينة، مش السطح بقى بتاع البيت بقى، لا سطح الايه الفطيرة الجبنة اسويه كده بالظبط، وما خليش اي حتت طالعة ولا شراشيب. استخدم بقى ايه لمساتي كده يعني عشان ما فيش حتة تتحرق، واشم الريحة في البوتاجاز اقول دي استوت وهي تكون نية من جوه، واكون مشغلة البوتاجاز على 180 درجة، واجيب شريطة برضو من العجينة واعملها ايه مدورة زي ما انتوا شايفينها بالمنظر ده، واحطها في نص الطبق، واجيب صفار بيضة وادهن كل الوش ايه بيها، واحط بقى ايه شوية ايه سمسم كده في النص برضو حوالين الدايرة دي الصغيرة زي ما انتوا هتشوفوه بقى ايه دلوقتي انا ايه هعمله لكم ازاي. ايوه، وحبة البركة او حبة البركة او السمسم الاسود عشان يدي يعني ايه يكسر كده الشكل العجينة كلها، واما تستوي هتكون شكلها حلو. وجبت بقى بقية العجينة وقطعتها كده مكعبات سهلة عليا برضو، دي طريقة تانية، وحطيت عليها بقى ايه فلفل الوان بقى ونعناع وشطة، وحطيت عليها ايه تاني يا كارمن، حطيتي ايه عليها تاني؟ ايوه حطيت عليها بقى الجبنة والفلفل والهالابينيو اللي هو الشطة، ودخلتها الفرن برضو مع التانية. وادي بقى العجينة قعدت بقى بتاع 40 دقيقة في الفرن لحد ما بقى لونها ذهبي كده، وبعدين استنيت ايه عليها 10 دقايق علشان ايه اقطعها. ممكن اقدمها بالمنظر الجميل ده في الطبق بتاع المخصوص ده للفطير او الصينية، وممكن اقدمها في طبق تقديم حسب، دي حاجة ترجع لك انتي. وريحتها بقى ايه الزعتر والنعناع، انا جايبة حتة برضو دلوقتي علشان ايه بعد ما اقطعها هاخد حتة بقى كده وادقها برضو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 ايوة الله اكبر، شايفين الجمال، حلوة جدا جدا. انا بقى هاخد حتة تقطع زي السكينة في الحلاوة ومش لازقة في الطبق زي ما انتوا شايفين، حقيقي حقيقي تستاهل بقى، تستاهل اللي انت تقفي تعمليها، مش بتاخد مجهود يعني، حقيقي يعني جميلة جدا. خلصت في 20 دقيقة، دي جميلة جدا تعمليها بقى ايه لاصحابك بقى في درس قرآن،
اصدقاء بناتك جايين او ابنك، جوزك صاحبه جاي، تقدمي له حلو مع حادق، جميله جدا حقيقي. او تسمعي بقى ايه ام كلثوم بقى وانت بتاكليها، او كاظم الساهر تسمعيها بقى وهو بيقول عينيكي عينيكي. واديكم شايفين اهو شكلها جميل ازاي، تقدميها في الطبق مع كاتشب برضو للشباب اللي هم بيحبوا الكاتشب، طعمها حقيقي خطير جدا مع كاتشب برضو. تقدميها بالطريقة اللي هي تعجبك بقى. وبحب اشكركم جدا جدا، ويا ريت تكون الفيديو بتاعي عجبكم. وممكن تحشي العجينة دي برضو، تحشي بيها صدق، او ممكن تحشي بيها بسطرمة بالجبنة، في كذا افكار يعني كتيرة، بس انا حبيت اشارككم بحاجة سهلة واقتصادية لكل واحد بيتفرج عليا. بحب اشكركم جدا جدا، وبقول لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة، لايك سبسكرايب اند شير. ومطبخ كارمين، مع السلامة مع السلامة مع السلامة، مطبخ كارمين.